السلام عليكم، معكم محمد الدخيسي من الممارسين ديال رياضة الدراجة الجبلية بالمغرب. بغيت أولا نحيي الأبطال ديالنا أعضاء ديال الفريق الوطني للدراجات على الخطوة الجريئة والشجاعة اللي داروها البارح، وهي الانسحاب من الطواف في المغرب كنوع من الاحتجاج ضد الظلم وأشياء أخرى اللي راكم عارفينها. المهم راه الإخوان راه يهضروا بإطناب في هذا الموضوع هذا. نقطة أخرى نحيي جميع الإخوان من دراجين ومسؤولين ومسيرين اللي دخلوا في هذا الموضوع، نساندوا لنا الإخوان ديال الفريق الوطني. الباقية اللي مازال مكمشين مازال خايفين مازال مرتعدين، نقولهم الهداية، الله يهديهم ويفيقهم من مما هم فيه. بغيت نشير لواحد النقطة مهمة، وهي مجموعة ديال التصريحات اللي خرجوا بها بعض أعضاء المكتب الجامعي البارح وهذا النهار، واللي بقاو كيردوها من بعدهم بعد البغاوات وبعد المتملقين في فعل الفيسبوك، وهي وصف هاد الأعضاء ديال الفريق الوطني بالخوانة وخيانة الوطن وتشويه صورة الوطن. وخصوصا بقاو كيركزوا على واحد الجملة، وهي أنه هذا طواف المغرب ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يعني الغرض ديالهم كان هو تحريك وديال الرأي العام ضد هاد الدراجين، ان هاد الدراجين خانوا الثقة الملكية وانسحبوا من الطواف اللي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية. واضف الى ذلك غادي نجاوب هاد الناس ديال الجامعة بنفس اللغة ديالهم باش نبقاو في نفس السياق، بما ان نتوما عارفين كاع هادشي وعارفين كاع هاد القيمة الرعاية الملكية السامية، علاش ما احترمتوهاش نتوما؟ ياك هاد الجامعة كي سميتها الجامعة الملكية لا فيدراسيون رويال، يعني ان هاد الجامعة موجهة لجميع الشعب المغربي من خارج ولا من خارج. كاين آليات بطبيعة الحال، كاين قوانين، ولكن نتوما ما خليتوهاش جامعة ملكية موجهة للشعب المغربي كافة، كاع اللي باغي يمارس الدراجة الجبلية ولا الدراجة العادية ولا جميع أنواع الدراجات. نتوما رديتوها ضيعة خاصة كتحكموا فيها كيف ما بغيتو، الظلم والقهر. اللي الموضوع ديالي أنا شخصيا نذكركم هاد الرعاية الملكية السامية، علاش ما تفكرتوهاش؟ راني بغيتو تحركو التليفونات باش تمنعوني من المشاركة في السباق ديال فاس مثلا، السباق ديال النوماد صرا في مراكش واخا المحاولات ديالكم باءت بالفشل، السباق ديال الناظور تجاوزتوني فيه كاع أنايا، بقيتوش باغيين تمنعوني أنا. مشيتو حتى الإخوان الأصدقاء ديال مدينة وجدة درتو لهم العراقيل، دخلتو لهاد المصالح البلدية ولا شكون هادوك باش تمنعوهم من الترونسبور اللي كانوا غادي يعطيوهم، وزيد 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 وزيد. إلا كنتو عارفين أن هاد الرعاية الملكية السامية عارفين القيمة ديالها راه احترموها نتوما الأولى. إلا راه كتتهموا هاد الأعضاء ديال الفريق الوطني بخيانة الوطن، وما كانش شي واحد اللي خان الوطن قدكم، نتوما هما الخوانة، نتوما هما اللي كنتو الثقة اللي ضحى فيكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نجاوبكم باللغة ديالكم، ونتمنى توصلكم الرسالة، وندعو جميع المتضررين أنهم ينوضوا يهضروا، متبقاوش فين كمشين وخايفين، راه مشى الوقت ديال الخوف. نفس الهضرة، هضر على حقك إلا باغي الرسالة ديالك توصل وإلا باغي ترجع. وتحية مرة أخرى للأبطال ديالنا، وتحية للجميع، والله يوفق الجميع بإذن الله.